دليل يكشف اختباء الكائنات الفضائية في هذا الكوكب على بعد 1.7 مليار ميل من الأرض. الحديث عن وجود الكائنات الفضائية لا ينتهي، وبين مصدق ومشكك تبرز النظريات العلمية التي تأجج وقود هذا النقاش، إذ كشفت عن أسرار مثير حول وجود الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض، فضلاً عن احتمالية غزوها للكوكب. دراسة توضح حياة الكائنات الفضائية. دراسة جديدة أجراها باحثون في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية كشفت عن أدلة تشير إلى وجود محيط تحت سطح قمر أورانوس ميراندا، قالوا فيها إنه قد يكون صالحا للحياة إن العثور على دليل على وجود محيط داخل جسم صغير مثل قمر أورانوس هو أمر مدهش بشكل لا يصدق، حسب توم نوردهايم أحد مؤلفي الدراسة. الكائنات الفضائية. تعد من أبرز سكان قمر أورانوس، وأوضحت الدراسة أنها تختبئ على مسافة 1.7 مليار ميل فقط من الأرض، كما أن بعض أقمار أورانوس قد تكون مثيرة للاهتمام، وهناك العديد من العوالم المحيطية حول أحد أبعد الكواكب في النظام الشمسي، وهو أمر مثير وغريب في نفس الوقت، حسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. المطالبة بدراسة قمر أورانوس. نحن متحمسون للإمكانيات ومتشوقون للعودة لدراسة أورانوس وأقماره المحيطية المحتملة بعمق، وفق نوردهايم، مشيرا إلى أنهم يدعون إلى إرسال بعثة جديدة إلى أورانوس وتصوير قمره الذي يحمل العديد من المفاجآت، كما أنهم وصفوا نتيجة الدراسة بأنها مفاجأة كبيرة لهم. وحسب الدراسة أن المركبة الفضائية من المقرر أن تعمل في النظام على مدى عدد من السنوات، إذ تدور حول الكوكب الجليدي العملاق وترسل مسبارا إلى غلافه الجوي، كما أنها وصفت كوكب أورانوس بأنه أحد أكثر الأجسام المثيرة للاهتمام في النظام الشمسي.